موقع أنا السلفي. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمن أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الفتاح، والفتاح جاء مرة واحدة في القرآن مفردا في قوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم سبحانه وتعالى. وجاء أيضا مرة واحدة بصيغة الجمع: وأنت خير الفاتحين سبحانه وتعالى. والفتح بمعنى الحكم والقضاء. قوله سبحانه وتعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا، يعني يقضي بيننا ويحكم بيننا في بالحق وهو الفتاح العليم، أي وهو الحاكم سبحانه وتعالى الذي يحكم بالحق. والفتاح من أبنية المبالغة، الفتاح على وزن الفعال، فهذا من أبنية المبالغة، وهو الحكم سبحانه والمحسن الجواد. وفتحه عز وجل قسمان: فتحه بحكمه الديني أي الشرعي، الحكم الديني أي الحكم الشرعي الذي شرعه الله عز وجل على ألسنة رسله. فقد شرع سبحانه وتعالى جميع ما يحتاجه المكلفون، كما قال عز وجل في القرآن تبيانا لكل شيء، أي مما يحتاجه الناس من حلال وحرام ويستقيمون به على الصراط المستقيم، والحمد لله. إذن فالله سبحانه وتعالى فتح على عباده عز وجل بحكمه الديني الشرعي، حيث شرع لهم ما يصلحهم ويجعلهم على صراط مستقيم في جميع أمورهم سبحانه وتعالى. ومن التزم بما شرعه الله عز وجل فله الحياة الطيبة، كما قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا. والحياة الطيبة هي السعادة بجميع معانيها. وفتحه عز وجل وحكمه الجزائي، وهو فتحه سبحانه وتعالى بين أنبيائه ومخالفيهم، وبين أوليائه وأعدائه، بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم، وبإهانة أعدائهم وعقوباتهم. فالله سبحانه وتعالى قضى عز وجل بحكمه الكوني الذي لا تغير ولا تبدل أن العاقبة للمتقين، وأن الله سبحانه وتعالى ناصر عباده المؤمنين،
فمن نصر الله أي نصر دينه نصر الله، كما قال عز وجل إن تنصروا الله ينصركم. فالله سبحانه وتعالى يحكم بحكمه الجزائي بين الأنبياء وبين أعدائهم المكذبين، وكذا بين أوليائه المتقين في كل زمان ومكان وبين أعدائه سبحانه، فيجعل العاقبة الحميدة له. قال سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنصر نصر الحجة، أن ينصر الله عز وجل حجتك وما تدعو إليه. وأما بعد موت الإنسان فيكون بانتصاره عز وجل ممن كذبوهم أو قتلوهم، وكذلك فتحه عز وجل يوم القيامة وحكمه بين الخلائق، وهو حكم عدل سبحانه وتعالى، فيحكم يوم القيامة بينهم بعدله عز وجل، فيوفي كل عامل بعمله. وأما عباده المتقون أهل سعادته ورحمته فيوفيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهناك فتح قدري، الفتح القدري والحكم القدري أي ما قدره عز وجل على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع. قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فالرب تعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه، ويفتح على أعدائه ضد ذلك، وذلك بفضله وعدله سبحانه وتعالى. فأعداء الله عز وجل لهم المعيشة الضنك، كما قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا عياذا بالله في الدنيا. فكل من أعرض عن الله سبحانه وتعالى وعن الإيمان به وطاعته وعبادته سبحانه وتعالى فله الضنك، له الضنك في الحياة الدنيا، وله الضنك في القبر أي عذاب القبر. أما من آمن بالله وعمل صالحا فالله عز وجل يعطيه الحياة الطيبة. قال ابن القيم رحمه الله وكذلك الفتاح من أسمائه. والفتح في أوصافه أمران، فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمة، عدلا وإحسانا من الرحمن سبحانه وتعالى عز وجل. وإذا علم العبد أن ربه سبحانه وتعالى هو الفتاح عز وجل، الفتاح بحكمه الشرعي وبحكمه الجزاء وبحكمه القدر، فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى على ما فتح
به سبحانه وتعالى عليه أن وفقه للهداية، فأخذ ناصيته وقلبه إليه عز وجل، وجعل قلبه محلا للإيمان به سبحانه وتعالى. وكذا أيضا ما أعطاه الله عز وجل من خزائن جوده ورحمته سبحانه، وكذا ما شرعه الله عز وجل من الشرع المحكم المتين الذي هو مصلحة كله وعدل كله ورحمة كله، فيرفع به رأسا يلتزم به ويعمل به ويدعو إليه، يدعو الناس إلى هذا الشرع، إلى شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا من شكر نعمة الله سبحانه، ومما فرضه الله عز وجل على عبده الذي آتاه الله علما أن يدعو إليه. ومن أسمائه الحسنى سبحانه الرزاق والرازق. أما الرزاق فقد ورد في القرآن مرة واحدة، قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. واسم الرازق ورد في السنة ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني عن أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله فسعر لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم أو مال، وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم أو مال. لذلك قال العلماء: ليس للعالم أن يتدخل بالتسعير، لا يسعر. وبعض أهل العلم يقول: إلا إذا طغى التجار وجشعوا، فعندئذ يتدخل ليضبط السوق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له سعر لنا قال: إن الله هو المسعر سبحانه وتعالى. إن الله هو المسعر يعني هو سبحانه وتعالى الذي يغلي الأشياء ويرخصها. القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم أو مال. فهنا ورد اسم الرازق، اسم فاعل من الفعل رزقا. وأما المسعر فمن العلماء من قال هو اسم من أسماء الله تعالى، وهذا قال به
القرطبي وابن حزم والشوكاني والشيخ الألباني رحمه الله من المعاصرين. وحجتهم في ذلك أن هذا من باب الاشتقاق، فكل ما أضيف إلى الله بصيغة المشتق فإنه من أسماء الله، كالخالق والخلاق والرازق والرزاق. ومن العلماء من قال هذا ليس من أسماء الله تعالى، وهم غير هؤلاء. وممن رجح هذا واختاره من المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن العثيمين رحمهم الله، وقالوا هذا من باب الإخبار عن أفعال الله وليس هذا من أسماء الله سبحانه. قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: معنى الحديث الذي يظهر لي أن هذه من صفات الأفعال، يعني أن الله تعالى هو الذي يغلي الأشياء ويرخصها، فليس من الأسماء، ولكننا نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر القابض الباسط سبحانه وتعالى الرازق. كذلك جاء الرازق جمعا في القرآن، وهو خير الرازقين، والرزاق مبالغة من اسم الفاعل رازق للدلالة على الكثرة. ومعنى الرزاق قال البيهقي: المفيض على عباده ما لم يجعل لأبدانهم قواما إلا به، والمنعم عليهم بإيصال حاجتهم من ذلك إليهم لئلا ينغص عليهم لذة الحياة بتأخره عنه، ولا يفقدوها أصلا لفقدهم إياه. يقول قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا أسلوب قصر، هذا أسلوب قصر أداته ما وإن النفي والاستثناء، وغرضه تخصيص الله عز وجل برزق جميع الدواب التي تكون على الأرض. وما من دابة، سبحان الله، الدابة اسم أيضا لما يدب على الأرض، لما يدب ويمشي على الأرض اسمه دابة. وما من دابة، والنكرة المسبوقة بحرف الجر من تفيد العموم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سبحانه وتعالى. ورزقه عز وجل لعباده نوعان: رزق خاص، رزق عام، ورزق خاص. قال ابن القيم رحمه الله: فالعام إيصاله لجميع الخليقة جميع ما تحتاجه في معاشها وقيامها، لأن الله قيوم مقيم لما سواه من المخلوقات، فجميع ما تحتاجه هذه الخليقة في معاشها وقيامها فالله يوصله إليها، فسهل لها الأرزاق ودبرها في أجسامها سبحان الله. هذه الأرزاق يسرها الله لهم، فإذا أكلوها دبرها في أجسامهم سبحانه وتعالى. وساق إلى كل عضو صغير وكبير ما يحتاجه من القوت، وهذا عام، أي الرزق هذا عام للبر والفاجر
والمسلم والكافر، بل للآدميين والجن والملائكة والحيوانات كلها. طبعا الملائكة لا تأكل ولا تشرب، لكن هنا المقصود ما به قيمها، فهي مخلوقات نورانية وعام أيضا من وجه آخر في حق المكلفين، فإنه قد يكون من الحلال الذي لا تبعة على العبد فيه، وقد يكون من الحرام ويسمى رزقا، ويسمى رزقا ونعمة بهذا الاعتبار، ويقال رزقه الله، سواء ارتزق من حلال أو حرام، وهو مطلق الرزق، وهو مطلق الرزق. ولكن نعوذ بالله من هذا الوصف، أن الإنسان يكون حظه ونصيبه من الرزق الحرام، حظه ونصيبه من الرزق الحرام. لذلك العبد يسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له الحلال وأن يرزقه الحلال، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واكفني بحلالك، هذه عامة، اكفني بحلالك عن حرامك في أمر الزواج، في أمر الطعام والشراب وغير ذلك، اكفني بحلالك عن حرامك. قد يكون الإنسان متزوجا وعنده حلاله، وتجد يتطلع إلى الحرام، هذا يحتاج إلى أن يتضرع لله أن يكفيه الله بحلاله عن حرامه، أن يكفيه الله بما رزقه من الحلال، هذه الزوجة الحلال أن يكفيه بها عن الحرام. وأما الرزق المطلق فهو النوع الثاني، وهو الرزق الخاص، وهو الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهو الذي على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نوعان: رزق القلوب ورزق الأبدان. رزق القلوب بالعلم والإيمان، هذا أشرف الرزق وأعلى الرزق، رزق العلم والإيمان وحقائق ذلك، فإن القلوب مفتقرة غاية الافتقار إلى أن تكون عالمة بالحق مريدة له، متألهة لله متعبدة، أي بهذا الحق، وبذلك يحصل غناها ويزول فقرها. فالنفوس المؤمنة غذاؤها وكمالها في الإيمان، في الإيمان وحقيقة الإيمان، وأن يصل العبد إلى كمال الإيمان، هذا رزق، هذا رزق وهذا كمال، وهذا أعظم الرزق الذي يكون غنى العبد به، فالله سبحانه وتعالى يغنيه، يغني بذلك. ولذلك لا تجد الدنيا عند هؤلاء تساوي شيئا مما هم فيه. يقول أحدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. ما هم فيه؟ هو قيام الليل، يتكلم عن قيام الليل وما يجدونه من سعادة وسرور وفرح وحقائق إيمانية وحياة طيبة ولذة وروضة يعيشون فيها جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. يقول: لو الملوك يعلمون ما نحن فيه من حقيقة هذا العيش
لجالدون عليه بالسيوف، حاربونا بالسيوف ليأخذوا منا هذه الحياة. فعند ذلك يكون هذا هو الغنى. وأما رزق الأبدان بالرزق الحلال الذي لا تبعث فيه، فإن الرزق الذي خص به المؤمنين والذي يسألونه منه شامل للأمرين. فينبغي للعبد إذا دعا ربه في حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين. فمعنى اللهم ارزقني، انظر لهذا الكلام الجميل جدا العالي جدا، فمعنى اللهم ارزقني أي ما يصلح به قلبي. ارزقني الرزق الذي يصلح به قلبي من العلم والهدى والمعرفة ومن الإيمان الشامل لكل عمل صالح وخلق حسن وما به يصلح بدني من الرزق الحلال الهنيء الذي لا صعوبة فيه ولا تبعت تعتريه. يعني هناك أناس يحصلون الأرزاق كد شديد جدا وإنفاق أوقات كثيرة جدا حتى لا يجد وقتا للتعبد، وهناك قوم يسر الله أرزاقهم فيرزقهم الله عز وجل بقليل من الجهد وقليل من الوقت، فيجدون وقتا يتفرغون فيه. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي فإذا فرغت من الدنيا ومما تريد منها فعندئذ فانصب لعبادة ربك وإلى ربك فارغب، فارغب إلي رغبات سبحانه وتعالى. فعندما يدعو العبد ربه بذلك يسأل الله عز وجل الرزق الذي يصلحه، الذي يصلح قلبه وبدنه، لأن هناك رزقا قد لا يصلحك. اللقمة الحرام عياذا بالله، اللقمة الحرام قد تكون سببا في نسيان العلم ونسيان القرآن. وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فيسأل ربه عز وجل أن ييسر له الرزق الحلال. ومن ثم فالمؤمن لا يبالي فلان عنده من الأراضي كذا والأموال كذا وكذا، لا تنظر إلى غيرك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكر فيما آتاك الله من نعم، ستجد نعما ظاهرة وباطنة لا تعد ولا تحصى، فانشغل بنعم الله عز وجل. فكم من إنسان آتاه الله مالا وفتح الله عليه أبوابا من الدنيا، وتجد الله سبحانه وتعالى أخذ منه كذا. ليس هناك أحد كامل في هذه الدنيا، إنما أعطاك الله شيئا وأخذ منك شيئا. فالعبد المؤمن تفكيره كله يكون قاصرا على نفسه، تعداد النعم من الذكر،
والمحبة على حافة المنن. وكلما عدد العبد نعم ربه عليه أحبه، أحبه ولا بد سبحانه وتعالى. فعدد نعم ربك عليك أنت، لا أن تعدد نعم الآخرين، فلان عنده أطيان وفدادين وعنده بيوت ويأخذ كذا وكذا وكذا، عياذا بالله. لذلك ستقع فيما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم، أن تزدري نعمة الله. تجد نفسك تحتقر نعمة الله التي آتاك، مع أن الله آتاك نعما عظيمة. أحد السلف قال لأخي: إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فغمض عينك لحظة، وإذا نظر العبد فيما آتاه الله، لو عندك ولد، هناك من عنده الملايين وليس عنده ولد، ويتمنى لو ينفق جميع ما عنده ليرزق الولد، سبحان الله. وأنت آتاك الله من الولد ما شاء الله، وهذه زينة الحياة الدنيا كما قال عز وجل. إذن الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على ما آتاه الله من نعم، ويفكر فيما آتاه الله عز وجل. كذلك أن العبد يشكر الله سبحانه وتعالى، وشكر النعمة يكون بالاعتراف باطنا أنها من الله، ليست بحولك ولا طولك ولا قوتك، وإنما هي من الله. والشكر يكون باللسان التحدث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث، وأنها من الله، وأن تحمد الله سبحانه وتعالى وتكثر من حمد وذكره، وأن تستخدم هذه النعمة بجوارحك في طاعة الله وفي شكره سبحانه وتعالى. هذا هو شكر النعمة، هذا هو شكر النعمة. وكذا أيضا أن ترى أن ما آتاك الله من نعمة الإيمان والهداية والعلم هذه أعظم نعمة، وأن الله قد خصك بميراث الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن أسمائه الحسنى الحي القيوم سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو يعني لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى الحي القيوم. وقال عز وجل: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه الآية فيها اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. يدعو العبد ربه يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أن تغفر لي وأن ترحمني وأن تعافيني، ويدعو ربه سبحانه وتعالى. فاسم الله الأعظم في هذه الآية، وكذا في سورة قل هو الله أحد، اسم الله الأعظم في هذين، فيتوسل العبد بهما لربه سبحانه وتعالى عز وجل. وقال عز وجل: وعنت الوجوه، يعني يوم القيامة عنت يعني خضعت للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. والقيوم صيغة مبالغة من قيم، ومعنى ذلك ديمومة القيام سبحان الله. فالقيم
هو القائم بتدبير وإدارة كيان ما أو مكان ما. فالقيوم يعني الديمومة، الديمومة في القيام بشأنه وشأن غيره. ولذلك تجد استخدم كلمة قيم هذه، يعني ابن القيم رحمه الله أبوه كان قيم لمدرسة اسمها الجوزية، عشان كده بيقولوا عليه إيه؟ ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية، يعني القائم على إدارة مدرسة الجوزية بما يصلحها. فالقيم هذه تستخدم في الإنسان الذي يديم النظر في إصلاح ما عهد إليه، غير كلمة مدير، لكن قيم هذه تستخدم هذا الاستخدام. فقيوم مبالغة من قيم، والمعنى الديمومة في القيام بشأنه وشأن غيره. الحي القيوم اسمان من أسماء الله الحسنى، جمعهما في غاية المناسبة، كما جمعهما الله في عدة مواضع في كتابه، وذلك أنهما محتويان على جميع صفات الكمال. فالحي سبحانه هو كامل الحياة، حياته لا يلحقها نقص بأي وجه ومن الوجوه، حي لا يموت، قيوم لا ينام سبحانه وتعالى. وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله كالعلم والعزة والقدرة والإرادة والعظمة والكبرياء وغيرها من صفات الذات المقدسة. والقيوم هو كامل القيومية، وله معنيان. القيوم له معنيان، أولا الذي قام بنفسه سبحانه وتعالى وعظمت صفاته واستغنى عن جميع مخلوقاته، فهو سبحانه وتعالى قائم بنفسه مقيم لغيره ومستغني عن غيره، ولا غنى لغيره عنه سبحانه وتعالى، إذ لا قوام للأشياء إلا به، فهو موجدها ومقومها وقائم عليها ومؤثر فيها، له صفات التقديس والجلال. إذا المعنى الأول الذي قام بنفسه سبحانه وتعالى وعظمت صفاته واستغنى عن جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهو الغني بذاته عز وجل. والمعنى الثاني به قامت الأرض والسماوات وما فيهما من المخلوقات، فهو الذي أوجدها وأمدها وأعدها لكل ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامها، فهو الغني عنها من كل وجه، وهي التي افتقرت إليه من كل وجه سبحانه وتعالى. فالحي والقيوم من له صفة كل كمال، وهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى عز وجل. الحي القيوم سبحانه، فيتعبد العبد لربه سبحانه وتعالى بهذين الاسمين، فينزه ربه سبحانه وتعالى عن صفات النقص
ويصفه عز وجل بكل صفات الكمال والجلال والإكرام سبحانه، ويراقب ربه عز وجل في قوله وفعله وفي سره وعلانيته سبحانه، لأن الله عز وجل حي سبحانه وتعالى متصف بالحياة التامة، كما أنه عز وجل قيوم هو الذي أقام العبد، فعليه أن يكون عبدا لربه شاكرا طائعا. والله المستعان. ومن أسمائه عز وجل نور السماوات والأرض، قال تعالى: الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، أي منورهما، وهذا قاله أبي بن كعب رضي الله عنه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هادي أهل السماوات والأرض. وعنه أيضا، وهذا قول مجاهد: مدبر السماوات والأرض سبحانه، فهو نور السماوات والأرض منورهما، زين السماوات بالشمس والقمر والنجوم، وزين الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. وجود المؤمنين هذا زينة لأهل الأرض، وجود العلماء زينة لأهل الأرض. تخيل أن جميع من يعيش على هذه الأرض فساد مفسدون، فماذا تكون الحياة؟ تكون ظلمات وظلم، كما كانت الأرض قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس يعيشون في ظلم وظلمات، فنور الله الأرض ببعثة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان زينة بين قومه، يلقب بالأمين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا زينة، عندما يوجد إنسان بهذه الصفات الطيبة هذا زينة. لذلك زين الله الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين وأهل الصلاح والدعاة إلى الله عز وجل، الذين لا يريدون إلا الإصلاح ما استطاعوا، هؤلاء زينة. أما من كان بضد ذلك، هؤلاء يظلمون الأرض. وهو سبحانه وتعالى هادي أهل السماوات والأرض، وهو عز وجل سبحانه مدبر أمرهما. مثل نوره، المثل بمعنى الصفة العجيبة، فهذا مثل يضربه الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان أحد السلف إذا لم يفهم مثلا مضروبا في كتاب الله بكى، لأن الله يقول: وما يعقلها إلا العالمون. والتعليم بضرب الأمثال هذا مذكور في القرآن بكثرة، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه بطريقة ضرب الأمثال، وهي تجسيم المعنوي في صورة المحسوس حتى يفهموا الكلام جيداً،
ويستوعبوه وينتبهوا له. وما زالت هذه طريقة المعلمين حتى في وسائل التعليم الحديثة الغربية، التعليم بضرب الأمثال، وهذا بفضل الله سبقهم بأكثر من قرن ونصف، من 1500 سنة القرآن والسنة. يقول عز وجل: مثل نوره. مثل نوره الضمير هنا قيل يعود على المؤمن، يعني مثل النور الذي جعله الله في قلب المؤمن، وهذا قاله أبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهما. وهناك قراءة لابن مسعود: مثل من آمن به، مثل نور من آمن به. وقيل يعود الضمير على الله عز وجل، يعني مثل نور الله وهداه في قلب عبده المؤمن كمشكاه، الكاف هنا للتشبيه، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. المشكاة الكوة في الحائط غير النافذة، الكوة دي تجويف في الحائط، هو موجود في بيوتنا الآن، في بعض البيوت تجده بيعمل زي بيطلع كده الطوب ده بره كده، بسميه بيت نور. هو بسميه بالصناعة بيت نور. بيت نور. نور. بيت نور. فهو ده اسمه الكوة، كمشكات اللي هي الكوة فيها مصباح، المصباح كأنه ايه، المصباح في زجاجة. بص كده الكوة دي حاطط فيها انا المصباح. لماذا بيوضع كما يقول اخونا عبد الله بيت نور؟ شوف الاسم بيت نور ليه؟ لان الكوة دي بتجمع الضوء، تجمع الضوء ولا تجعله يتشتت. مش بارزة. يبقى تبقى تبص تلاقي النور مجموع كله في الحتة دي، ضوء ايه؟ ضوء المصباح. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. ايه المشكاة دي؟ صدر المؤمن. المشكاة صدر المؤمن. طب وإيه المصباح ده؟ اللي هو الفتيلة، الفتيلة اللي هي السراج. الفتيلة دي والزجاجة دي في اللي هي قلب المؤمن. عارفين لمبة الجاز بتاعت زمان؟ عارفين لمبة الجاز؟ هتبص تلاقي جاز تحت وفتيلة طالعة. الفتيلة دي بتستمد الجاز، تاخد الجاز وانت بتشعل تفضل الفتيلة دي مشتعلة. طب وايه لمبة الزجاج اللي من ورا معالين حوطاها عشان تجمع ضوءها وتنير، تبقى زي السراج الذي يزهر وينير. المثل ده زي دي بالظبط كده، بس ايه بقى الزيت بتاعها، الماده بتاعتها زيت، زيت شجره الزيتون. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجه. تخيل بقى القلب ده، النور اللي في القلب ده ايه؟ نور المؤمن ده اللي في القلب ده.
الزجاجة من هذا النور كأنها كوكب دري، كوكب مضيء، يوقد من شجرة مباركة، يعني يوقد من زيت شجرة مباركة، وهي شجرة الزيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، إنما هي شرقية غربية. الشجرة دي في نص الأرض، الشمس ضربة فيها طول النهار، فده يدينا أجود الزيت وأصفى الزيت، لا هي شرقية ولا هي غربية. ما لو شرقية يبقى هيجي عليها وقت ما تضربش فيها الشمس، ولو غربية هيجي عليها وقت ما يضربش فيها الشمس، إنما هي شرقية غربية، هي في وسط والشمس ضربة فيها، وده بيدينا أجود الزيت وأصفى الزيت، يكاد زيتها يضيء، يعني يضيء منه النفس كده من صفائه، ولو لم تمسسه نار. يبقى تخيل بقى المصباح ده الفتيلة بتاخد منين بقى؟ من الزيت الصافي، مش بتاخد من جاز، لا بتاخد من زيت صافي. شوف النور بقى اللي طالع ايه، نور صافي ما فيهوش دخان ولا فيه ولا في اي حاجه، الوان ولا في أي. ايوه نعم. يبقى شوف بقى النور ده، يبقى نور، نور ايه بقى؟ شوف شكل ربنا سبحانه وتعالى قال نور على نور، نور على نور. فقلب المؤمن سبحان الله فيه نور الإيمان، وفيه نور الفطرة، وفيه نور القرآن، وفيه نور الهداية، وهناك مادة تمد باستمرار اللي هي العمل الصالح. الزد عمال يمد، وبالتالي ايه؟ الضوء ما شاء الله. المؤمن كذلك في مادة بتمد النور اللي في قلبي هذا، وهو العمل الصالح. فطول ما انت بتعمل صالحا، طول ما النور ده عمال ثم يتقد في قلبك ويزيد، ولذلك تجد القلب يفيض بما فيه من نور، يفيض على جسم الإنسان، فتجد النور على وجهه وفي أعضائه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سبحانه وتعالى يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، صلى الله عليه وسلم، حد ما يقول صلى الله عليه وسلم وفي لحمي نورا، وفي عصبي نورا. شوف كل حاجة، كل حتة من جسمك إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيها نورا. يبقى ده مين؟ ده قلب المؤمن. يبقى مثل نور، النور الذي جعله الله في قلب المؤمن بهذا المثل الذي ضربه الله، أو مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن بهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. يهدي الله لنوره من يشاء. لذلك العبد لا بد وأن يستشعر نعمة الهداية، أعظم نعمة، سيبك من الدنيا، أعظم نعمة، نعمة الهداية، أن الله سبحانه وتعالى اختصك من دون الناس بنعمة الهداية للإسلام، لأن هذه الأمة أمة مرحومة، أمة شرفها الله، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، هو ظالم لنفسه، هو منين؟ من الأمة المصطفى، ظالم لنفسه وهو من الأمة المصطفى، ومنهم مقتصد لهم الأبرار،
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كل دول اسمهم ايه؟ أمة ايه؟ الاصطفاء، اصطفاهم الله عز وجل. فيحمد العبد ربه سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة الهداية. والله أعلم، نكتفي بهذا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.